في شلي هذا سوى كذا عي وحياة هيد مالت بروتوكول بريتش بروتوكول بريتش أما جايبين بروتوكول كي نظام كدبلوماسية ده وحياة هيد وح عيب كورة تلك إثيوبيا إيو مدوغة أفريقيا ومدحوينها صوماليا ومرتوها مركب واحد يروح عن دبلوماسية ده بروتوكول كمين نوف يعني وي بروتوكول هان مكان كهالي انه ما دحدا كقيب جليسا اما كقيب كشا شركة ميدوغا افريكا ميا لو قليا ان ايو اي وطان الى لدودا انت بدن ما يلو ما بحنا يعني ويجرتا ودمو محالي ده هذا ان كوكال صونين نبت قليا ده ما دحدو ده دلالك قاركود مثلا دالك ايتوبيا هذا كور بربا وحال لغود اللي قاري بقاعد هذا سوا مدحويني غريت المساري ده حسني مبارك والسودان تلوي ايدي وحاجة جرتي لو كن يسغال يتبنكي ان مدحوينا هذا الجوغا سيسي وعيدا حوق اللي يمد حمين عشا جرتي وتيل حياة لي هذانا وي مارتي اسكندي وغيرين إلى الأرض سي إيو إذا ما يتوبيان وإلى أين يجي ما دخل هالك عشرة كلها مركا لكن أنت بدن وشركة كان تجي مدح وينيال سكيورتي مقدوطة ماركين ما دخل دلالك أي مرتدى ويهين عيا مسؤول ك سجدة نبت قريدة ما دخل واي لكن marka ay jirto xiisad tan hadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia kale miyaanu xaq u lahayn marka madaxweynaha Soomaaliya inuu ilaalo gaar ah wato oo amnigiisu uu si gaar ah u aamino ma xaq u leeyahay iyadoo qalaasada hadda jiray ama khilaaf ka hadda jira oo Ethiopia ay dalbanaarsiga ku wado iyo maaragtay ixtiraam darada ay قرن ماذا الصومالية مدح بنائي الصومالية أيو من ماذا ومدى الصومالية أي قفك كوسا ما ينسو ما أحمد مد كوسا أبسن نبت قريدة مدح وينها لكن وارين كوين دلك الصومالية دولد الصومالية ودما ميلو قد عيا ومدى الصومالية ودن لكن نبت قريدة مدح وينها دولد إثيوبيا هي كمسؤولة مدحوينه هذا يعني أيضا بالعارن ودولة إثيوبيا ودن لدى قالي كلا مش مجيسن لما نتيكرين وحنو مرين يا لباع ما صدح وفو سكيورتي وبسطردة وتاع السعودي إثيوبيا كنا كمية علين عير بوركا وقال هذا يعني مدحوين على السعودان مركوحي دعي وح عرين نبدأ اليوم ما هنا وعرين بروتوكول حمو يو دبلوماسية حمو انت عن كوه هايو وقال الاتوبيان كو قلين منع هاي ان مدح دا مرتدع هي اي 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 كشي اغطو واي داد كقار انت عنو مدحوينوه آدين آديس آبا وحي سو جيديين ان اي وناكسن تهي ان عنو تيجن شركاسي او مسؤولين تكالي دولد دا هذه أهل هذه وزارة الرماح دي بدأ أما حكومة دبا هجان كده وقدره أدوه ما قف تعرف تداس إنه صح هيد تاس وحا إسكالة قوان كده بدحوينها ليش حد سوي ماني شركة حا كل المدحوين ياش أفريكان ك وحلو يقانو هيرس أوف ستيتس أند جفرمنت مدحدة الدولة ده إيو أما مدحدة حكومة ده مركا مدحوين ياش أدون كده مدحوين ياش أفريكان كده ما هي مادان إنت بدن وزيرة أرينا هذه بدأ يسود درسان، مركز سوو تي كري، حدود ربنا ودير كري، ما دام أي وخلاف، يحد جذب أي نقص ميين دولة إثيوبيا، ماذا حينه ودير كري وزير كأرينا هذه بدأ، أما حتى وحد وحال دير كري سفير كصومالي إثيوبيا وتشوجا إنه شركة كغير قلوا. مركز markan si gaar ah arintan oo dul istaagno xaaladda jirta marka la eego
waxay kula ahayd in madaxweynuhu ka baxsado shirkan mise inuu tagaa waa arrin muhiim ah ayadu aragtadu inay ahayd? May tahay inaga go-aan kama gaari karo, inagaynoo ma taallo. Hadduu madaxweynuhu tagana khalad maaha oo wax ceeb oo ku jirta maaha madaxdii afrikaanka meesha isugu imaanaya. Haddii isaga ay la noqoto inuu ama uu howlo badan oo dalka ka muhiimsan shirkaas uu leeyahay, wuu ka baaqan karay wasiirka arrimaha dibadda, tagi karay safiirka meesha jooga, tagi karay dalal badan oo afrikaan ah ayaan imaanin shirka, iyadoo iyaga iyo Ethiopia wax khilaafi aysan u dhaxayn, oo laga yaabo madaxdoodii inay ku mashquulsan tahay arrimo muhiim ah oo dalkoodu u baahan yahay. Dalalka afrikaanku waa AU da waxaa u tirsan 55 dal da adduunka kale, UN-ka iyo waxaa looga yaqaanaa Afrika inay 54 dal tahay marka. Laakiin afrikaanku waxay tirsadaan oo AU aqoonsan tahay Western Sahara dal la yidhaahdo, ama galbeedka Sahara oo ay ku muransan yihiin Morocco iyo Algeria. Marka 55 dal ma wada yimaadaan shirarka afrikaan, qaar baan weligood imaan shirarka AU-da qaar. Marka ceeb ma aha in aad wasiirkaaga arrimaha dibadda soo dirsatid ama safiirka dalka kuu jooga aad soo dirsatid. Marka taasna waa la samayn karaa, madaxweynuhuna waa tegi karay. Wax madaxweynaha ka mamnuucaya inuu taga ma jirto ceeb ka dhigaysa, isaga hadday la noqoto iyo dowladda markii la wada tashado in loo diro qof kaleeto iyaduna waa suurtagal. Ma jirto protocol iyo diplomatic norm ama fikrad mabda diblomaasiyadeed oo sheegaya haddii dal khilaaf idan ka dhexeeyo inaan la tegin xarunta. Meesha madaxweynuhu wuxuu tegayaa xarunta AU-da, ayuu tegayaa shirka AU-da. Masalan Maraykanka, Iran waa isku xun yihiin. Sanad kastana Iran New York way tagtaa General Assembly-ga oo waxay ka jeediyaan maxaalii hadal bay ka jeediyaan. Mar haddii shalay waxa ogeyd ay dhaceen, dowladduna ay ka hadasho arrintaasi ay ambaaraysay kuna baaqday in midooda Afrika arrintan ay ka jawaabaan, maxaa la haboon dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya oo tilaabaha inay qaado? Aniga waxay ila tahay maadaama qadiyad ka weyn ay noo taalo oo Ethiopia ay ku xadgudubtay maxaaliyada qarannimadeenna, madaxbanaanideenna iyo midnimada dalkeenna, taas ayaa ka muhiimsan in lagu mashquulo. Madaxweynaha ayaa maaragtay shir laga daahiyey ama securitygiisa iyo security kalaha isku dhacay, yani diplomatic mishaabis wax la yidhaahdo, iyo khalad protocol wuu dhacaa adduunka, ama ula kaxa ahaado ama khalada ku dhece ama si gafa ula kaclaaanaha ku dhece. Marka inagu arrintaa inaynu boonboolinno ilama aha oo attentionka ama focuska ama indhaha adduunka oo ku hayay maaragtay xumaanta Ethiopia iyo sharci jabinta ay ka gashay AU-da Soomaaliya iyo adduunka oo dhan, kaas ayaa muhiim ahaa. Marka madaxweynuhu waxyaabo yaryar uu tabanayay ma ahayn inaynu waqtiga ku luminno oo tii hore tii weyneyd ay daboosho. Masalan madaxweynaha waxay isla socdeen madaxweynaha Jabuuti, madaxweynaha Jabuutina iyo dalka Jabuutina kama ay muujin maaragtay hadalhayn badan arrintan. Marka innagu waa ka weynaan karnay Ethiopia, iyagu hadday xumaan ka tahay waxyaabaha ererkaaho la sheegaya inay sameeyeen, waa waxyaabo aan maaragtay nuxur badan lahayn oo wax badan ka bedelay ka duwayn qadiyadaha meesha yaalla. In laga falceliyo oo tilaabooyin la qaada meesha ma ku jirtaa? May, waxaa ka muhiimsan de waxaaba ka weyn qadiyad weyn oo noo taallay. Dabcan qadiyadii iyadoo qayb ka ah arrintan, Axmed. Dabcan arrintan dee waxay hoos imaanay qadiyadii maadaama aan horay aysan u dhici jirin caraqladan oo kale oo hadda lagu soo aaday xiisadan ka dhexaysa labada dal. So isla arrintan xiriir lama lahaanayso? May, lama lahaanayso. Mid waa qadiyad weyn oo inoo taallo oo ah in dalkeennii ay dowlad kale sheeganayso
هي قار كم ده من نوع بروتوكول إيشيو ومدحويني بقى ماركتي بحالي هذا قاريجي سي صوت ده هاي عن طريق الله بنين أما قاريك صوت ده هاي أما سكيورتي سي سكيورتي إثيوبيان كامرمي أما مركو يبيد ماركتي ماشي شركة صوت أيها للداهية مركب مدحوينو الشركة واقلي وأنا كهاللي واحد بقى تانا كمان دعين واسكا صور نقضي مركا شكلها سي و والسكي لا يكري هذا هو مركا هذا وحو نقول مسؤول كري وحوين وحوين كل ما هنمية أحمد وحي شلي لقوس مية من حوينها صومالي وبروتوكول إمبارسمنت وعب كوتا دي توبيا كوا دولة الصومالية يضون هذا وقاعد حلين وشيرين جلايت كقبن أيه وحي أدري كرتي عبشو حالي هذا مدوغ أفريكا ويساقا مرتين لوها مقرم إيسا لكن وإن إيسا كحوق بدانو كدو إنه موقتاي ودمدا أفريكانكا وإنه إنه كم إنه هاي دالك يضاد كدن وحا إنه كم إنه كم إنت بدان مهم سن قف كم مدحو إيناها مركم مدحو إيناها أيه إنه كم مشغول كم مشغول دانتا كوين مركا إنه هذا وحا إنه إتعلا قد يضع إثيوبيا إلى ذلك إني شجعنا يسوع. مركا أنت أنا كيل دوفنا ما. هدي مدحويني أو أستانتي د قرنك آه استجي لوج استحد جدو. ده ميانو هين داو عوين أو مدن إن لقى حلو ولا بيدو حالا ده نكسو أديس. ولا لو كل علسي أنا وكا وكا إيش وابي وحن كويلي هرتوا أمر مدحوينها بروتوكول ما كل عده ما أها مدحويني وحميه مدحويني هذا محاج جاري. لأن هذا الصومالي جوجا شركة تجينا واقلا يو كهلي أنت عم تذكرها أحسننا يا هاي مركب بروتوكول حمى كل عادي بروتوكول حمى ده أحسن عيبت هذا إثيوبيان كايس كله سان كوش تجينا وحاله بدع وانكرا أيو ده ولو أبين كرا لكن وإنا يسن محلي هذا إنا كقرنين أما إنا كسي كذين أنت وين؟ ماذا حوينا؟ وحا كمهم سندلك يددك شو مو بيت سداس؟ مركا دلك يددك با خطر كجرة تاسي تاي إن ويتوبيا كوحد قد بيسا تاسي أهدنا وقت وكل منه وي دبعا أحمد وحا اي ماذا حوينوه انتا نقول عيان وحي بقيب كتاهاي دي قوانكي سلحي دفاع عدة dalka iyo tilaabooyinka uu ka horimiday dawladda Ethiopia ay qaaday intaas ayaan su'aasha ugu gudbeynaa gabagabada wasiir sabraya ha uu ku sabraya waxa jira maamaha Soomaaliyeed ee dantaada waxa lagu seexdaa maqaar maxaa la yiraahdaa sagaaro marka way ka soo gaaraysa xagasho iyo hadii aad adan aad inaad u istaagtid danta ummadaada iyo dalkaaga marka waa inaad ku dulqaadataa oo u dulqaadataa oo sida ugu fiican oo aan qadiyadaadi ka dhumineynin aad oo maareeyta u dhaqanta qadiyada inoo taala oo ah ilaalinta qaranimadeena iyo midnimada umadeena ayaa ka muhiimsan khaladaad ku dhaca marka lagu sameeyo shaqo waa arinta in la daba joogo waxa leedahay qadiyadii guud ee dhumine ee la xiriiray tilaabadan iyo sida looga soo horjeedo isafgaradkii Muuse Bixiy iyo Abi Axmed ha adey la maanta ari waxaan galay wareysiyo badan brii la soo dhaafay oo ay tiilay maxaa la yiraahdaa miidiyaha sida mararka qaarkood uu maaragtay priorities-ka ay dadka uga dhisan tahay baan ku tilmaamayay ilaa saaka dhowr wareysi baan galay ilaa xalay oo ku saabsan protocol xumada ka dhacday Ethiopian ka sameeyeen sameeyeen wabdigii Soomaalida iyo waliba Djiboutiyanka Djiboutiyanka ka dacwoonaya maad arkin ma garanaysaa maad maqal marka madaxweynuhu waxa la yiri wuxuu la socday madaxweynaha Djibouti gaariga soo saara waa dabar markii la hor istaagay ayuu raacay gaariga sida la sheegay markii koowaadna ay u soo gali weysay in isaga uu si kaligiis u baxo ayaa madaxweynaha Djibouti ay israaceen wararka aan dhageystay waxaan ka dhageystay wasiirka maxalli wasiir dawladda kusimaa wasiirkana ah wuxuu hadalkiisa ku jirtay in dariiqa markay soo marayeen aan loo baneyn inoo la daahiyay iyo in markay ay tageen xarunta maxaa la yiraahdaa AU da
لخ خشي ويسن غرك لوج على إنه غرك الجلان مركا كواس يو عليس كساري مركا مركا والله بضع سدعة سنة مدحونا جيبوتي ولا السعودية واي وأنا ندعم دره مركا لكن دوري جيبوتي وعند دول هذا لقى شيء جاني إن كما يقيلين أرنتاس مركا برايورتيز بجرا ريموس أكل أكل مهم سيهين أيا لو كلا هر مريا مهم بدل لو كلا سيا هذا مدحونا ومشي وحوتي سوماليا هولو تالا إن إثيوبيا لغوا عبيه وأدونك وابكوا عبيه يعني كنا وابدونك وأدونك سومالي أيوة تاجري يو أنت أيوة إيجاد وحلي يدي وإن قرن ماذا سومالي لا إلى ليه من ماذا سومالي لكن وحن ربني إن إثيوبيا لوشيا قصة عدل وشيا أيوة وشيا تو إن خلط كتيران أدونك وشيا تاسا با 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 محلي هذا تصفي قرين كتير تاس أيا sababu noqon kartay madaxweynuhu wuxuu u tagay Addis Ababa marka tii inay kasoo hormarto inay tii qariso protocol xumaan madaxweynaha lagu sameeyay waa laga muhiimsan yahay waxaad ogtahay Axmed in wasiirka arrimaha dibadda aan weli la magacaabin oo hadda uu xilkaasi sii hayo wasiir dowlihii wasaaradda arrimaha dibadda xaaladda la jooga markaad eegto ma isleedahay waa arrin degdeg loogu baahan yahay in dalku u yeesho wasiir arrimaha dibadeed horta wasiir arrimaha dibadeed inuu dalku yeesho markasta muhiim tahay haddii xaaladda lagu jiro iyo hadaan lagu jiro xaaladda lagu jiro wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradaha ugu muhiimsan adduunka waa wasaaradda koowaad weeye ma garanaysaa sida la isku raacsiyeeyno marka laakiin الوزير وزير كم يلقاري هدو جوغا وزير كوا جوغا بوسكي وزير كي ون مقعابي دي سيوا دي ماني حوشي وزارة دو ما يستاقي سو دالكو شخصيات كما شقية انستيوشن اسمو كو شقية مركو وزارة دا ريما هدو دي با جوغتا سفارة دا اجلا وزير دولة اجلا وزير كحيقين با اجلا حكومة دي ورنب با جوغتا مركا نخصاها اللو مقعابي وزير كوا وحويا لما دحوينها ريزال وزارها marka ma aha wax oo dood badan u baahan iyo wax Soomaaliya kaga baaqanayo ma jiraa leeda sidaan ku sheegay wasiir wasaarada jira wasiir inay lahaadaan waa muhiim ama ha jirto colaad ama yeesin jirine laakiin in wasiirkii aan maarti muddo aan la magacaabin dambi la galay ama wax weyn oo dhacay ma wasiirka markii raba la magacaabi kara marka waa iska caadi ah ma istaagin waa caadi ah leedahay hadii shaqadii ay masuuliyiinta kale wasaaradda joogaan way sii wadi karaan waxaan idin wasiir waa muhiim inuu jiro maadaama wasaaradda wasiir leedahay laakiin ma aha wax oo hawl ku baaqanayso ma aha oo institutions baa adduunka shakhsiyaadka waxaynu maanta dhanka hadlayna waa madaxweyne wasiir waxaa ka muhiimsan dalka iyo dadka iyo institutioniska hay-ad weeye wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka shaqeeya dhowr boqol oo qof wasiirku qof buu ka yahay ma ogtahay ya marka haddii agaasime uu wasaaradda ka maqan yahay waa waxaa fiicnaan lahayd in booska la buuxiyo laakiin wasaaraddii uma curyaamayso shaqadii waa soconaysaa marka wasiirka iyo agaasimaha iyo waxay ka mid yihiin xubnaha muhiim u ah ama safiir xubno muhiim ah wasaaradda shaqadeeda laakiin shaqadii oo dhan maaha aada ayuu u maatan yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo qadka igu warramayey isagoo oo ku sugan waddanka kenya axmed aad baad u maadsantahay